كمان. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا بيكم، منورتونا وشرفتونا على ملعب مركز شباب مدينه الصعيد. ربنا يخليك. ايه رايك في هذه المباراه؟ الحمد لله مباراه قويه جدا، والفريقين كانوا ضد بعض كويس قوي. المباراه كانت بتتسم بالحماس من اولها، كان في صعوبه جدا في بدايه المباراه، بس الحمد لله قدرنا نفك الشفرات بتاعتها وانتهت بفوز الحمد لله غالي خالص لمركز شباب مدينه الصعيد. ايه رايك في اداء اللاعبين؟ بيحصل دايما في بدايه المباراه، دايما بيبقى